الوقوف السليم والتمركز الرائع بين قوسين. خليها هذا كريستيانو رونالدو يبحث عن المساحات، عن المهارات، عن الكرات. لقاهز 38 عاما النجم الكبير كريستيانو. هذه العرضية، الله، وسماع العارضة التي تحركت ومنعت هدف كريستيانو. الله الله على تاليسكا من هذا المكان، لكن السويني يتألق. نعم، في فريق الفتح هم واقفين بشكل صحيح، شكل شوف شوف الذهن، الذهن الغايب على الكرات. شوف لمسة في راس، في راس انطلق الغزال، راح في راس، محاولة ضعيفة عند في يمين للشباك. حضرت الناس من أجل مشاهدته فقط على مستوى أرقامه. كونان هل يعود؟ هل يسجل؟ سيكون هذه محاولة. تاليسكا لمسة تركها، توفيق محمد الإيفواري هو ينجح في العرضيات، لكن في التسديدات عاد المدرب مرة أخرى، عاد إلى مكان، عاد يدور، عاد يكتب، عاد يراجع حساباته مرة. لفت الأنظار وكأنه يصافح كل الفتحويين ويقول أنا جاهز. هذه كرة أمام الجول، الله، وسط الملعب يبدأ في نقل الكرة على اليمين، يتقدم. شوف وين راجع الآن تاليسكا، تاليسكا يفتح المسافة حتى لزملائه، يتقدم الآن على الطرف الأيمن، مرور مرور من الدون وخطأ. في الصدارة موجود في الأسابيع الماضية على سلم الدوري. هنا الآن عبد الرحمن غريب يلعب الكرة على رأس مين، الله، خطيرة داخل منطقة الجزاء. كريستيانو رونالدو يريد أن يقول الوقت